مَحَّت صحيفة وول ستريت جورنال إلى إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات صينية لمعدات المراقبة، وذلك على خلفية مبيعات للقوات المسلحة الإيرانية. وبحسب الصحيفة فإن السلطات الأمريكية تجري حاليا مناقشات في مراحل متقدمة حول العقوبات، والتركيز ينصب على شركة تياندي تكنولوجيز، وهي شركة لتصنيع معدات كهربائية، وقد قامت ببيع منتجاتها إلى وحدات تابعة للحرس الثوري. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مطلعين دراسة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية بسبب مبيعات لقوات الأمن الإيرانية، والتي تستخدمها بشكل متزايد لتعزيز قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد. بحسب الصحيفة فإن بيانات الجمارك الصينية تظهر قفزة في صادرات معدات المراقبة إلى إيران العام الفائت، أي تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر. وأفادت جماعات حقوقية بأن الشرطة الإيرانية تستخدم تقنيات المراقبة المتطورة للقبض على المشاركين في المظاهرات. ففي إيران نقل التلفزيون الرسمي مقاطع فيديو قدمتها شرطة طهران، وتظهر المقاطع استخدام كاميرات مراقبة شبكية للتعرف على المتظاهرين ومتابعتهم واعتقالهم. بحسب وول ستريت جورنال فإن الدور المتزايد لشركات التكنولوجيا الصينية في مساعدة إيران على تضييق الخناق على الأصوات المعارضة أثار قلقا في أوساط المسؤولين في واشنطن، ودفع بهم إلى زيادة التدقيق في الموضوع. ونقلت الصحيفة أيضا عن المسؤولين الأمريكيين بأن وزارتي الخارجية والخزانة تدرسا فرض هذه العقوبات على شركات المراقبة الصينية، وفي حال تمت هذه الخطوة فإن هذه الشركات ستتعرض لخطر تعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي. ولمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت عبر تطبيق زوم السيد سام منسى، كاتب وباحث متخصص في الشؤون الأمريكية. أرحب بك معنا سيد سام. هل تريد الولايات المتحدة معاقبة إيران باعتبارها تستخدم التكنولوجيا الصينية في قمع المتظاهرين، أم تستهدف الصين التي تحاول الولايات المتحدة إبطاء تقدمها التكنولوجي؟ لعل الشق الثاني من السؤال أقرب إلى الصحة. الحدث الأخير المتعلق بالقمر الصناعي فوق الولايات أو المنطاد فوق الولايات المتحدة الأمريكية لا يصعب تماما فصله عن الزيارة التي كان منوي القيام بها، زيارة وزير الخارجية إلى الصين. من دون أدنى شك إنها رسالة صينية قبل زيارة الوزير الأمريكي، قد تكون ولا على الأغلب يعني على الأرجح والأكثر رجحانا أنها موجهة لتوجيه بعض المعاني المتعلقة بالموضوع التكنولوجي، بموضوع تايوان، بموضوع العلاقات، بموضوع أوكرانيا. فبالتالي وجهوا رسالة، أو ممكن أن تكون رسالة مقصود منها بالعكس تماما، أن الصين غير مهيئة بالوقت الحاضر لمثل الزيارة التي كان منوي القيام بها لوزير الخارجية، بمعنى أنها أرسلت مثل هذا المنطاد بغية تعكير الأجواء ومحاولة تأجيل الزيارة حتى تكون الأمور صارت ناضجة أكثر أو تم التفاهم على مضمونها. حقيقة من الصعب الإجابة بشكل واضح، إنما من المؤكد تماما أن عمليات المنطاد سواء الأول فوق أمريكا الشمالية أو الثاني فوق أمريكا اللاتينية، والذي يتوجه كما ذكرتم في نشرتكم إلى الولايات المتحدة إلى أمريكا الشمالية، هي رسالة مزدوجة كما ذكرنا، وتريد الصين من خلالها أولا إثبات قدرات تكنولوجية عالية الدقة تماما بهذا الموضوع، اللي هي موضوع تنافس حاد تسعى الولايات المتحدة من خلال إجراءات سابقة مثل قضية الهواوي، الهاتف المنقول وغيرها، إلى التضييق على التكنولوجيا الصينية. بهذا الشأن لابد من الإشارة إلى ما يلي. أولا علينا أول شيء أن نكون يعني أن نتعاطى بموضوعية وبدقة مع الكلام الأمريكي، نعم، الذي ليس مستبعدا أن يكون مضخما.
يعني بالغالب طيب، الولايات هذا المتحدة في تضخم. مسألة المنطاد سيد سام، لكن بمسألة العقوبات التي تحاول أو تدرس الولايات المتحدة فرضها على الصين بسبب بيع منتجات لشركة صينية إلى إيران، وهي تستخدم هذه المنتجات في قمع المتظاهرين كما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت الخبر. لكن عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية، ألا يمكن أن يعزز مبيعات هذه الشركة مع روسيا التي تستخدم أيضا الطائرات المسيرة الإيرانية في حربها ضد أوكرانيا، أو حتى مع إيران؟ يا سيدي، الموضوع أكثر تعقيد بألف مرة مما ذكرت. هل المشكلة اليوم هي هذه الشركة بالتحديد، أم أن المشكلة أن إيران تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية على مدى سنوات جراء التسريبات التي تجري سواء من الصين أو من روسيا أو من غيرها، والتهرب من هذه العقوبات سواء على مستوى التسليح أو التكنولوجيا أو تصدير النفط أو حاجات أخرى خاضعة للتسلح الإيراني، خاضعة للعقوبات الأمريكية ومحظورة سواء بموجب عقوبات أمريكية أو بموجب عقوبات الأمم المتحدة. هذا الموضوع جزئي. الهم الأمريكي إذا بالوضع العقوبات على هذه الشركة يتعلق أكثر مما هو بإيران، هو متعلق بالصين ودور الصين بهذا المجال. الصين اليوم، وعلينا أن نتوقع في المستقبل القريب أو المتوسط أن تزداد مثل هذه الأمور. يعني الصين بدأت اليوم بعرض لعضلاتها. طبعا لن تتحول الصين إلى تدخل بصراع واضح نعم، محدد مع الولايات المتحدة، إنما سوف تتحول المنافسة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي إلى نوع أو إلى هامش معين تدخل فيه المنافسة السياسية والعسكرية. هذا موضوع ينبغي واضح. التنبه إليه ومراقبته بشكل هادئ، إنما لن يتحول بين اليوم وغدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو حتى بعد سنة، إنما ينبغي التنبه إليه. أما بشأن إيران، أكيد الولايات المتحدة سوف تستعمل هذا الموضوع لمزيد من الضغوط على إيران. الولايات المتحدة اليوم بحاجة نعم أو سوف تتوجه إلى مزيد من العقوبات على الموضوع الإيراني سواء من الصين أو من غير الصين، ولا عليك واضح. أن لا تنسى أيضا الحالة الأوكرانية. نعم، الموضوع هذا واضح الأوكراني بالنسبة يعكس تحيز كبير للعقوبات الأمريكية من هذا الموضوع. على إيران. شكرا جزيلا لك من بيروت عبر تطبيق زوم السيد سام منسى، كاتب وباحث متخصص في الشؤون الأمريكية.